شراط الملك فوق وهو بيحارب الاعداء اللي هو الملك قدامه نوت قدام امون وتحت نوت هتلاقوا الاعداء موجودين بتوعه اللي هم الحيثيين. كل ما نمشي هنا هتلاقي مجموعه بقى من النقوش عايزين تتفرج على الناس نديكها بشكل حلو بعد كده نتصور بس البس زي ما انتوا عايزين. طبعا هنلاحظ حاجه طول ما احنا ماشيين بنطلع كل مثلا 20 متر مثلا كل بوابه بنطلع سلمتين او ثلاثه وديت ليها حاجه ان الاضاءه بتاعه الشمس لازم تيجي على قدس الاقداس في وقت معين. فكر الليفه ايوه وهنا طبعا في بعض الاشجار الخاصه بالليف ليف بلد بس بصوا بقى لو هتلاحظوا في هنا مباني قديمه المباني دايما اللي بره اسمرات المعبد بتبقى بالطوب اللبن اللي جوه المعبد زي اللي هناك زي اللي كان موجود هناك كل اللي جوه المعبد هتلاقي دايما موجوده بالاحجار. بصوا بقى السطح الضخم دوت الجمال بتاعه شكله ايه صليت نارمر لا صليت لا دي نفس الفكره نفس الرسمه الصلايه كان في الفتره ما قبل المصري اللي الاسرات يعني اخر صلايه واهم صلايه كان صلايه نارمر. طبعا الصرح ده بيبين الملك وهو بيحارب الاعداء الشكل بتاعه طبعا من اجمل الصروح اللي موجوده ملك مينا والاعداء والشرق والغرب لا لا ده كان تحط الجنوب تحط موس الثاني على فكره كل برضه بيجي واحد بيضيف حاجه انا بص هتلاقي نوت اجزاء ثانيه موجوده اوكي في عندنا الجزء اللي هناك دوت ده مكان سلاو بينزل لقابه تحت الارض مش ندخل بس عشان الشمس مش عارف كان مجموعه من التماثيل في الفراغات دي في الصخور في الصحن في الاجزاء دي بصوا فوق هنا بصوا بقى يا شباب طبعا احنا دارسين عماره عشان تعرف قيمه المكان بصوا هنا الجزء اللي فوق الكورنر دوت والكورنر دوت او سوري الكورنر دوت بس هتلاقي فيه مكان بتاع المفصله بتاع البوابه كان فينا بوابه ضخمه جدا البوابه دي اللي كانت بتفتح وتقفل للمعبد يلا يا شباب يلا يا شباب يلا اتفضلوا صب تربيه فنيه صب اتفضلوا يا شباب ايوه يلا يا يا شباب تمام فنيه لو سمحتوا خلينا مع بعض هنا شايفين في عندنا حاجات كتير النهارده شباب تقولوا معايا هنا سمحتوا هنا نوعيه النحت اللي احنا كنا بنقول عليها النحت الايه؟ الغائر البارز لو سمحتوا الدهن البارز هنا اللي بارز صح هنلاقي الجزء اللي عندنا على اليمين في مجموعه من التماثيل الخاصه بالملك والمجموعه الموجوده على اليسار هتلاقي مجموعه من الاعمده الصرحه والجو اللي احنا موجودين فيه دوت كان بيخاطب فيه مجموعه كبيره جدا من الاحتفالات الخاصه بالملك لو هتلاحظوا مجموعه الزخارف الموجوده هنا اهوت بتحكي قصه انتصارات الملك الموجود في المكان دوت لا التضمين ما يبيضش يعني موسى لو طلع هناك ما يرمضش يعمل ايه؟ لا بيحط مواد عشان تحافظ عليه ولو في حته مكسوره يحط درجه لون مختلفه يعني دوت لو لونها احمر يحط الجنبيه حته احمر فاتح او غامق عشان يبان ان ده الترميم الجديد يعني مثلا لو بصوا هنا دوت هتلاقي في جزء متصمم تمام؟ ده واضح ان هو متصمم ما يحطش الزخارف بتاعته عشان يحافظ على شكل الاثر الطبيعي ما هو بيحاول يخلي الاثر زي ما كان في الفتره الموجود فيها لو تلاحظوا المنطقه اللي معانا دي كلها كانت قبل كده كمان مسقفه ومنطقه مسويه السقف بتاعها يمكن في اجزاء هيبان بعد كده لما ندخل السنوات للمذبح او قدس الاقداس ان الشكل بتاعها لازم يوصلها الاضاءه علشان عمليه التعبد بتاعت الصباح ماشي يلا نكمل يا شباب